نقول لا نريد للبغاة أن يأتوا إلى ديارنا، نقول لا نريد للظلمة أن يأتوا إلى بلادنا، نحن نريد نعم إرادة أو نريد توحيد قيادة موحدة لا نختلف، لكن بعيدة عن البغي، بعيدة عن الظلم، بعيدة عن البغاة، بعيدة عن الإرهاب. نحن نريد توحيد المحرر تحت قيادة يختارها أهل الحل والعقد من علمائنا الثقات المتمثلين بالمجلس الإسلامي وأهل الاختصاص من سائر التوجهات. نحن مع المحافظة على مكتسبات الثورة وعلى ما حققته الثورة السورية من حرية ومن كرامة ومن مكتسبات ثورية نحن متمسكون بها إلى أبعد الحدود ولن نتخلى عنها بأي حال من الأحوال. هذا أمر. الأمر الآخر، حينما نقول أننا لسنا مع دخول هؤلاء البغاة إلى مناطقنا، فنحن أيضا لسنا مع الفوضى الموجودة في مناطقنا، الفوضى الفصائلية والجرائم وغير ذلك. فندعو إخواننا في الفصائل الموجودة في هذه المناطق إلى التوحد ضد هذا الخطر الداهم الذي يمكن أن يأتي في أي وقت وفي أي لحظة. نطالب اليوم الجيش الوطني، كل هذه الجماهير اليوم طالبت الجيش الوطني والجيش التركي بالتصدي لأرتال الجولاني وإخراج هذه العصابة من عفرين باسم الأكراد والعرب في عفرين. تصل إلى هذه الشعوب مناشدات بإخراج هذه العصابة التي بدأت بالنهب والسرقة والاعتقال التعسفي في مدينة عفرين.